اهلا بيكم. واول حاجه لازم نسالك كليوباترا الاسم الجميل، مين اللي اختار؟ والله كانت يعني احنا كانت فاكرين احنا الاثنين كنا عايزين حاجه تبقى ايزي تو برونونس هنا وتبقى في مصر برضو سهله، وجت كنا عايزين حاجه يونيك ديفرنت مش بس يعني اي اسمه خلاص، فجت اسم كليوباترا. الله يكرمك. النهارده احنا بنعمل ايه؟ النهارده عندنا تجمع جميل جدا في جروب اجتماعي اسمه سوشيال ووك. الجروب ده فكره نشات من مجموعه من المصريين زينا وقالوا ان احنا نجتمع في حاجه نعمل فيها نشاطات اجتماعيه زي المشي والجري والهايكنج وخلافه. فالصبح كان في نشاط جري، دلوقتي عندنا نشاط اجتماعي باربيكيو. وفي نفس الوقت احدى صديقات الجروب بقت جده لاول مره، والحفيده بقى بتاعتها اسمها كليوباترا. فالثيم بتاع الايفنت النهارده بتاعه الباربيكيو هي كليوباترا، فانا لابس فرعوني عشان خاطر كليوباترا. في زميله تانية لينا، صديقه تانية هتلبس كليوباترا مصري اصيل معانا، زي ما التقينا من شويه مع الفرعون والملك الفرعوني هنلتقي الان مع كليوباترا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي ومنورين. وتورونتو النهارده يوم جميل، النهارده الشمس تجنن والجو حلو قوي. وجودكم جميل. ونتعرف بالاسم بالكامل. انا يسرى اسلام، عايشه هنا في كندا من زمان قوي، وام لثلاث اطفال او ثلاث كبار ما شاء الله ربنا يخليهم. من الجاليه المصريه طبعا، على طول في الاكتيفيتيز هنا. مش كده برده؟ مفيش اكتر من كده، جاليه مصريه النهارده. في ناس جايه للباربيكيو بس، في ناس جايه للعقيقه او السبوع بس، وفي ناس جايه للاثنين يعني. سبسكرايب لايك اند شير، اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.